زي ما انتوا شايفين كده، احنا غسلنا ونشرنا مرة وعملنا ماسك، انا اهو انا اهو عشان الكاميرا بس مثبتاها، وعملنا ماسك ودلوقتي ايه بقى؟ هنمسح. ماشي، بصوا بقى في اللي هي الشرشوبه دي اللي هي بنمسحوا بيها عادي جدا. خليكم معايا عشان مثبته الكاميرا مش عارفه بس ايه. بصوا الشرشوبه اهي هنمسح بيها، بس الشرشوبه ما بتنشفش. انا شايفيني اهو الشرشوبه دي ما بتنشفش، يعني ما بتنشفش الارض، يعني هتعمل لها كده اهو شايفين اهو، نمسح بيها عادي. انا شايفيني اهو، عايزه اوطي الكاميرا بس مش عارفه، بس هي ما بتنشفش، مش عارفه الجدر بتاعها فين هو بينشف. فانا بقى هنزل لكم على الارض زي ما مسحت قبل كده عند صاحبتي اهو، هنزل لكم على الارض بقى وايه استنى بقى عشان ايه هنزحلق يبقى مصيبه. شايفيني كده اهو، هنجيب خيشه زي ايه مهمهاتنا زمان. هنجيب خيشه ونمسح ايه، نمسح بيها عشان ننشف، عشان الشرشوبه دي ما بتنشفش. انا طبعا ايه مش شغلتي يا جماعه، بس انا بقول للستات ايه لازم ايه تنضفوا البيت. مش عارفه اتحرك عشان ايه السيراميك ده بيزحلق، شايفين كده مش شايفه حاجه اهو، يعني انتوا شايفين كده بننشف بخيشة نظيفة عشان الشرشوبة تبقى تسيب ايه، الشرشوبة تبقى تسيب مية. يعني شغال بتاع ده ولا ايه؟ اه تمام. انا هعمل حاجة بسيطة يعني اعرفكم يعني تمسحي الشقة ازاي. لو عايز تمسحيها بالشرشوبة امسحي، بس الشرشوبة ما بتنشفش يا حبيبتي. هو السيراميك اصلا بيزحلق لوحده زي ما انتوا شايفين اهو كده. انا جايبه ايه اكتر مسافه في الكاميرا، انا مش عارفه اظبطها اكتر من كده بصراحه. استنوا كده ممكن كده شويه تيجي، ممكن كده ممكن ايوه كده. الشرشوبه انا ما لقيتش الجدل بتاع الشرشوبه مش عارفه فين، اللي هو ايه اللي هو بتحطيها فيها وتعصريها كده وتلفيها، فجبت الخيشه دي هنشف بيها. مش هتنشف بقى، لازم افتح التكييف عشان تنشف. شايفيني كده احنا قلنا نكمل يوم النظافه، السيراميك بيزحلق، حاسه انها اتكسر رقبتي. الكاميرا دي ظروفها بس عايزه افهم، شايفيني انها مهم يعني مهم ايه يعني ده برضو المهم، غرض يعني غرضي في النهايه ان هو ايه تعال سجل غرضي في النهايه يا جماعه ان الست لما تيجي تروقي اهو، اما تيجي بقى تمسحي بقى وجوزك موجود تدلعي بقى وانت بتمسحي، تدلعي كده وكده ما تعملي حركات اها. بصي انت تقصدي تعملي كده تقعدي تمسحي في الحته كتير قوي، تقعدي تمسحي في الحته 10 مرات ولا حاجه عشان تلفتي انتباه. لو طلع بقى ما باخدش باله بقى بحمار كده اهو، تمسحي وتمسحي تاني وتمسحي وتمسحي تاني لحد ما ياخد باله، ما ياخدش باله في باي باظه جنبك.
كده اهو، تمسحي كده عشان البعيد ياخد باله. البعيد ما خدش باله هيفيه بقى بأي حاجة جافة. اعملي لجوزك اغراء يا هبلة، اغراء يا هبلة عشان ما يروحش يبص بره. اغراء، ما تعرفيش تعملي اغراء. نيمي العيان واعملي اغراء يا سوسن. سامعة الكلام يا سوسن؟ ها، فاللي انا بقول لك عليه بقى الغسيل والنشير ده اغراء، تنشري قدامه بطريقه معينه، تمسحي الارض كده. سيبك من الشرشوبه بقى، لما تحبي تعملي اغراء لجوزك سيبي الشرشوبه، استعملي الكهنه البتاعه دي نضفي بيها كده. ماشي، نضفي بقى، اقعدي اعملي حركات كده قدامه، حركات بقى كده. اوعى تزحلق يا بيبي. وايه يا حماده؟ ايه يا حموده؟ ايه يا حوده؟ ايه اي حاجه؟ اها ماشيه، شايفاني؟ شايفاني صح؟ ويا بالك بقك برضه طرقعي برضه. ايه؟ في حته بقى سكسيه بس دي، في قاعد وراك هنا تقومي تمسحي كده. يلا اهو، شفتي يا بيبي الارض نسيت ولا لسه؟ اوعى تتزحلق وتعالي تعملي اغراء كده. ماشي، قاعد قدامي كده برضه اغراء. شفتي يا بيبي الارض بقت حلوه ازاي؟ ماشي اها، انت شغاله اه بس كده. الحصه الجايه بقى اكملك بيها الاغراء عشان انا تعبت. لا استناش دي كده. تعالي بقى ما وصيكيش بقى على الاغراء. فهمتي بقى يا حبيبتي تعملي ايه؟ ابص فين؟ مش عارفه. فهمتي بقى يا قلبي تعملي ايه؟ اهم من الشيء ظبط الشيء. ماشي؟ نيجي بقى لايه، بتمسحي بقى الفرنيتشر بقى، العفش بتاع الشقه لازم برضو تقصدي ان انت تمسحي عفش الشقه وجوزك موجود. اي حاجه تعمليها في البيت اعمليها وهو موجود، اولا هيحس ان انت تعبانه في الحاجه دي وتتعبي وتشقي، لكن طول ما انت بتتعبي وتشقي وهو وانت مش قدامه وهو بره يعني، هو مش بيحس انت بتتعبي قد ايه، فاهمه؟ فلازم لما تيجي تتعبي تتعبي قدامه عشان يحس، عشان ياخد باله. ها، فلازم يحس بتعبك ده، مش كده، مش تعبانه انت من غير ما هو يبقى موجود ولا هيحس بحاجه. فانت لازم تحسي انت قد ايه تعبانه في شغل البيت، ولازم يشوف ده بعينيه عشان يقدر. في رجاله بتساعد ستاتها في الموضوع ده لما تشوف هي تعبانه ازاي، وفي رجاله عادي تقول لك ده وظيفتها وده شغلها وده بتاعها، فاهمه؟ فعشان كده بقول لك تمسحي الشقه يبقى قدامه. اولا هي ليها ميزتين، يعني الموضوع ده ليه ميزتين، ان انت بتعملي له اغراء. شايف جوزك يعني بتعملي له اغراء، سواء انت بتمسحي، سواء انت واقفه في المطبخ، سواء بتنضفي العفش، سواء بتنشري، سواء بتغسلي. وحاجه تانية ان هو بيحس انت قد ايه بتتعبي في شغل البيت، فبيحس ويقدر، يمكن يحس على دمه ويساعدك. ماشي، احنا دلوقتي ايه بقى الفرنتشر بقى، ما حسش بقى هو بقى بالبتاع اللي انت عملتيه ده كله. اهو السفره اهي، او اي ترابيزه اهو، شفتيني وانا شغاله اهو، كل شويه تقول ما شفتنيش، ما خدتش بالك مني وانا بشتغل اهو. ايه ده، انت مش واخد بالك ان انا بمسح؟ هي تبان انها حاجات كوميدي بس صدقيني بتاثر جدا 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 جدا. اهو وتمسحي الحته، هو مثلا ايه مثلا يعني، وليكن مثلا مثلا جه وقف هنا، وقف هنا في الحته دي، ماشي مثلا يعني، خدتي بالك انا بمسح ازاي؟ اهو روقت لك الشقه كلها وبمسح اهو، انا تعبانه قوي من الصبح وحياتك، والولاد مطلعين عيني اهو، تعملي كده.
ماشي. اللي تيجي هنا جه هنا ورا هنا، عايزة السفرة صغيرة اصلا. اللي تيجي هنا ورا هنا اهو. خدت بالك يا ابو احمد وانا بمسح؟ كل العيال عرفوني ان انا ده شايف السفرة اللي انا عمالة اعملها مساحة دي، العيال ذاكروا عليها وكلوا عليها وبهدلوها اهو. تبقى عاملة كده. استخدمي كل اسلحتك لاغراء جوزك عشان ما يبصش لواحدة تانية، وده مش عيب، ما هو جوزك يعمل معاه اللي انت عايز تعمليه، لكن ما يجيش من بره يلاقي ريحتك بصل، ويجي من بره يلاقيكي لابسه هدوم مش كويس، حتى لو بتنضفي، حتى لو بتشتغلي في البيت. يعني شوفي انا شغاله، هو لابسه قميص مثلا شكله حلو، او مثلا يعني قميص بيت، تمام؟ انت تلبسي المدلع عندك كله، حتى لو بتشتغلي في البيت، حتى لو واقفه في المطبخ، حتى لو بتمسحي، حتى لو بتغسلي. ما تقوليش بقى ايه انا فاضيه ومش فاضيه، لا، هو ده وقت، مفيش هو ده، لازم تفضي. حتى لو بتلبسي جلابيه مقطعه في البيت وانت بتشتغلي، يعني انت مثلا يعني لو لابسه جلابيه مقطعه من هنا مثلا، قطعيها من هنا، يعني قطعي من هنا كمان عشان يشوف رجلك. لو انت مثلا لابسه جلابيه مقطعه من هنا مثلا، من الحته دي، قطعي من فوق هنا عشان يشوفك يا حبيبتي ويتفرج عليك ويتبسط حتى وانت بتشتغلي. اسمعي كلامي، ابص فين ابص؟ اسمعي كلامي، اسمعي كلامي، انا بقولك على النصايح المظبوطه، صدقيني انا مثال حي قدامك اهو، عملت كده واتطلقت عليك. لا لا لا، ما اتطلقتش بسبب كده، اتطلقت بسبب اختلاف فكري وليس اختلاف اغرائي بس. مش عارفه بقول لك على حاجات تانية كتير. الاغراء الاغراء الاغراء.